فكر انت مريع عربية وكريمة وعدها كل الكرم موجود وجاي صحن ابنها وتطلب من عندها ما تطلب هم ذول اهل الكرم هم ذول اهل الجود ولا جاء ولا جاء ولا جاء وانا ملا اربع الراحه يا ابا ولا جاء ولا جاء اوف عليهم ارض ما تلمني ولا جاء اشك الثرونه وعلى الغرب ولا واحنا بجوار المولى ابو فاضل وخلنا نون يا رفع وراس الجهاد لا 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 قولها قولها انت بجوار ابو فاضل يا رفع وراس الجهاد تراني نحيلة أولى إلي لون وردتك يا يمة تغمض العيون كل مرة مني تريد تموت تتمنى بينها يمة أي واحد من أقارب أم البنين ما حد جاء ولا واحد حضر رحم الله من نادى الكل حسين قول قول حسين غمض العيون كون بموت تولادي يحضرون اوين كون بموتتي اولادي يحضرون وبديهم يغسلون ويجفنون والله بديهم يغسلون تقول اويلا هو على رقابهم نعش يشدون من شالك سجيت وعباس 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 بفاضل عذرك هو عباس قدام الشيعون او عني من عبد الله وعان وجعفر ويامهم ماي العيون يا بوحشي ويا يدفنون ون وحشي ويا يدفنون ويهيل الترب ويا يهلون او ما جمع على قبري يصبون شو تقول بعد تقول عشرة عشرت المناح عليك عشرة يا وقول الوفا ما وفيت يا بعشرة لو ان يحشين الولاد عشرة لبديهم الك يا ابن الزكية عليك ابو فاضل يلا والله لبديهم الك يا ابن السيدة زينب طبت إلى المدينة من إجا الظعن وأم البنين بعد تدري الفكر والأيام دولبتها وأذتها وتفكر بالحسين إجا الظعن زينب بيها تراب وعبايتها بيها تراب ووجهها متغير الصيح وين زينب عبرت زينب وما تدري بيها عبرتها وما تدري بيها تقول وين زينب تقول أنا زينب أنا زينب
شنو شفتي؟ تقول طبينا للديوان والناس متجمعة من كل الأجناس، يهود ونصارى وكفور ورجال. يا 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 ياس يا يمه من شاهدان ما هبط الراس صاحة ويا زينب وين عباس. الحزين يما يا فاطمة أدركيني. هذا البيت وسكت بعد بس ما خلصت. تقول يا يما يا يما أنا بس هاي ما كانت ببالي أنظر للمهر يلفيني خالي. يا حمانا يا رجانا يا كافي الرمانا. هذه الأبيات هدية إلى شهداء الحشد الشعبي ولا روح المرحوم وخادم الإمام الحسين الشاعر حسين صادق رحمة الله على روحه الشريف. إلى شيعة أمير المؤمنين رحمه الله ومن قرأ الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد